الفيلم يقدم قصة طفل يعاني من حرمان رعاية الأب. هو طفل يتيم يتولى رعايته زوج والدته، يحرم من التعليم، يزج به إلى العمل باكرا. الطفل موهوب، لديه خيال خصب، يحب الحالة الإبداعية بالقراءة بالتمثيل، لكنه لا يجد هذه الأحلام. رمزنا باسم أماني لمجموع الأمنيات وأيضا بنفس الوقت للأمان. نريد من خلال هذا الفيلم أن نضيء على هذه الشريحة ونوليها كل الاهتمام، الدعم والرعاية لمواهبها، أن نعالج قضاياها ومشاكلها حتى يكون لدينا مجتمع معافى وصحيح في المستقبل، وأن لا نفاجأ بمشاكل كبيرة تهدد أمن وسلامة هذا المجتمع، لنتخلص من آثار الحرب التي عانينا منها طيلة السنوات الماضية. أنا بوجه رسالي للأهالي، في أهالي فعلا هي عم تدفع ابنها لحتى يروح بين السيارات ياخذ مصاري ويشحد وكذا، فهدول الأهالي هني كمان مذنبين. يعني ما بصير أنا أبعت ابني ليروح يشحد، لو شو من كان بدي أسعى أنا كأب لهذا الولد أقدر لو شو من كان أمن له أقل متطلبات العيش. ولد اسمه كريم، طموح، بيحب مساعدة الناس، بيحب الخير. هو ولد يعني عم يستغله عمه جوز أمه وعم يقول له لا تجي على المدرسة، روح اشتغل معي. هي يعني شغل مو سيء، هو لم النفايات وبيعها.